طيب عبد الرحيم، مدير مجلس الجهوي والسياحة بمراكش. قربنا شوية من هذا اليوم. هذا اليوم، هذا اليوم، اليوم 27 شتنبير هو يوم تحتفي به العالم بالسياحة، اليوم العالمي تنسميه اليوم العالمي للسياحة. هذا بالنسبة للمنظمة العالمية للسياحة، هذا اليوم تناخذ فيه واحد المهلة ديال التفكير، التفكير في مستقبل السياحة. ديما تنديروا في هذا اليوم الحصيلة ديال السنة الماضية، وكذلك تنوضعوا الخطوط العريضة ديال برنامج العمل وديال توجه ديال السياحة في المستقبل. هذه السنة في الحقيقة سنة يعني تتمتاز بأنه عاد خرجنا من واحد الجائحة، عاد خرجنا عامين ديال الجائحة، وبدات السياحة تسترجع التعافي ديالها. الرسالة ديال المنظمة العالمية للسياحة والرسالة ديال يعني المهنيين هو أنه ما يمكنش نبقاو بنفس السلوكات اللي كانوا من قبل، يعني خاص تكون واحد القاطعة بالنسبة للتعامل مع السياحة، بالنسبة للتعامل السياح مع بلدان السياحية من خلال يعني فوقت الزيارة، فوقت ديال الوصول، فوقت ديال النقل إلى غير ذلك. كل هذا الشيء يعني تيخص إعادة النظر. ذاك الشيء علاش يعني سمينا هذا اليوم، وضعنا هذا اليوم تحت شعار ريبونسي لو توريزم، إعادة التفكير في السياحة. كذلك ولا بد من الإشارة أنه ما يمكن شيء يكون التغيير الا اذا اولا الا اذا كان واحد الوعي، وعي كامل ديال جميع الفاعلين بانه هذا التغيير اصبح ماشي ضروري ولكن اصبح حيوي، لانه هذه سنين باش تنتكلموا على السياحه المستدامه والاهداف ديال السياحه المستدامه الى غير ذلك، ولكن دابا حال الوقت باش ينخرط في هذا البرنامج جميع الفاعلين من حكومه، سلطات محليه، منتخبين، فاعلين اقتصاديين الى غير ذلك، حتى يصبح هذا الانخراط وهذا الوصول الى هذه الاهداف يصبح ممكن. هو ماشي مساله ماشي سهله، ولكن هي راه غير مستحيله. توفيق ابو الضياء فيس بريزيدون في لا سي جو ام مراكش اسفي، ومقاول في الديجيتال، وفونداتور ديال اول حاضنه للمقاولات الناشئه، اول حاضنه خاصه للمقاولات الناشئه في الجهه ديال مراكش اسفي. بفعل الانتماء ديالنا لهذه الجهه اكيد انهما بين المواضيع الاساس، المواضيع المهمه اللي خدمنا عليها هو موضوع السياحه، خدمنا عليه هاد لي زاني اللي دازت، ولكن هاد العامين كان واحد المحك اللي داز منه كل شيء، دازت منه الصناعه ديال السياحه بحد ذاتها، ولكن دازت منه جميع الصناعات اللي كانت كتحوم بهاد الصناعه واللي كانت ال سيبانويسي اوتور ديل. دونك اليوم خدينا هاد لا جورني مونديال دو توريزم. في الحقيقه كنشكروا على هاد الحدث الغرفه لا شومبر دو كوميرس اللي عيطت على واحد العدد نتاع الناس، واحد العدد نتاع الكفاءات والاشخاص والجهات الاقتصاديه، باش نهضروا ونتكلموا كلمه رجل واحد، باش نستوعبوا الدروس اللي عشناها في هذ العامين، وباش نستخلصوا من لي نوفيل توندونس، لي نوفيل توندونس نتاع الصناعه، لي نوفيل توندونس ديال لي ناسيون زوني في جميع الصناعات، كيفاش نتعاملوا مع الصيروره والديمومه، وكيفاش نجعلوا الانسان او سونتر ديال لو نوفو توريزم. اي كون جو دي الانسان، وهذه ما بين الامور اللي غادي نهضر عليها انا شخصيا، كنهضروا على لو سيتويان. حنا بغينا ان توريزم اللي يكون فيه دابور لو سيتويان، يعني داك اللي كيعيش في واحد لو كارتي يكون هو اول مستهلك نتاع داك لو كارتي، يكون هو اول افوكا ديال داك لو كارتي. وعاد ما حدنا كنبغيو ريوسنا بريوسنا، ما حدنا كنتبغاو، ما حدنا كنوليو اون ريجيون اتراكتيف اي اون ريجيون كومبيتيتيف اي دورابل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين. بلوتي عبد المولى، النائب الاول لرئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه مراكش اسفي. ارتأت غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه مراكش اسفي باش تحتفل بهذا اليوم العالمي للسياحه، اللي هو تتحتفل به
تحتفل به المنظمة الدولية للسياحة دائما في 27 شتنبير كل سنة. ورطئنا هذه المرة باش نحتفلوا به بالتنسيق مع المكتب الجهوي للسياحة ومندوبية الجهوية لوزارة السياحة وكذلك مركز الاستثمار الجهوي لمراكش أسفي وجميع المنتسبين وأعضاء الغرفة. هاد اليوم للمسائل التي تطرق لها اللي هي أولا هو إعادة في نظر وفي أفق السنوات المقبلة للسياحة. كما تيبان لكم بين هاد الطريقة باش كانت تتدبر السياحة، الطريقة المعتادلة اللي تتدبر بها السياحة، بانت بين خصها تطور اللي خص كلشي جميع المتدخلين يخدموا عليه، واللي بان هادشي في الجائحة ديال كورونا. وكانوا ندوات اجتماعات لا بين الغرف ولا بين المجتمع المدني ولا حكومية باش تكون نظرة جديدة مستقبلية للسياحة. والحمد لله كانت لا غوبريز اللي كانت من بعد كورونا اللي كانت متفائله كيشدوا في الارقام اللي قالتها مندوبيه السياحه اللي هو تقريبا 91% من 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 كمون دي الشيف دافير ولا سميتو اللي هي المعاملات لاني ريفيرونس اللي هي 2019 كان وصلنا في هذا اوت 91%. باقي قدامنا 4 شهور اللي نقدروا نتخطاو هاد الشيفر اللي تحقق في 2019 وبالمجهود الجميع وتحت الرعايه والساميه لصاحب الجلاله غادي ان شاء الله غادي ندوزوا هاد الازمه وغادي تكون من هنا ل 2030 غتكون السياحه منتعشه في المغرب ان شاء الله مجموع لا كاين تفاؤل الحمد لله. وهذا راه تيظهر تيبان لك من هاد من هاد من هاد الارقام اللي تعطات في هاد من بعد كورونا من بعد كانت الانطلاقه راه بانوا ارقام وتشنتف مع الناس ديال السيكتور بين كاين انتعاشه كبيره ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله يكون اكثر. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.